تعرف على طريقة وكيفية إيجاد الخصوصية والسلامة على تطبيقكم ميسنجر. نقوم بالضغط هنا على تطبيق، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانية، عفوا، على الخصوصيات والسلام السلامة، وهنا سوف نقوم بإيجاد معلومات الخصوصية والسلامة على تطبيقكم ميسنجر. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.